نمشيو المرة الجديدة الجيش الملكي مع صديقنا عبد اللطيف أبجاو باش نعرفوا الجديد ديال هذا الفريق هذا وغنستمعوا التصريح ديال اللي هو يوسف القديوي اللي كيرد على أنس زيتي. كتذكروا مستمعينا الكرام على أن اللاعب يوسف القديوي في حصة ديال برنامج يوميات الأندية الأسبوع الماضي قبل الماتش قال أن الرجاء الرياضي فريق كبير ولكن عندهم حارس مرمى اللي هو أنس نيتي كيدير أخطاء فادحة واللي غيتمنى أنهم يستغلوها. أبخي جرد من أنس نيتي ولو بطريقة غير مباشرة البعض فهموا أو المغزى ديال أنس غنعرفوه من بعد قال أن الرجاء خسروا مع الجيش بعشرة اللاعبين. البعض فسر هذا الأمر هذا لأنه كيقصد القديوي ورد على يوسف القديوي. القديوي دار تصريح نتمنى المستمعين الكرام انهم يستمعوا بتمعن لهذا التصريح هذا اللي كيرد وكيشرح شنو واقع ما بينه وبين أنس نيتي. للتوضيح فقط انا ما عندي حتى شي مشكل لا مع جمهور الرجاء ولا اسم فريق الرجاء بكل مكوناته لا لاعبين ولا اداره ولا جمهور. وقبل المقابله انا حييت اللاعبين والطاقم التقني والجمهور. كنعتز بالفتره اللي قضيتها في فريق الرجاء لي كل الشرف انني لعبت في فرق كبيره في المغرب لا الرجاء ولا الجيش ولا الوداد كلهم كنحترمهم. ثانيا انا التصريح ديالي اولا ما قللتش من حارس الزنيتي لكن انا تكلمت بناء على معطيات كتقول ان الحارس الزنيتي في المقابلات الاخيره او في ظرف شهر يعني قام بثلاثه الاخطاء لا مع موريتانيا ولا مع ليبيا ولا مع الوداد. فانا قلت بالحرف انه ممكن كيمر بمرحله فراغ كنتمنى انه يغلط معنا يعني ما قللت منه ولا حتى شي حاجه. وبالعكس انا بعد نهايه المقابله قلت بانه يعني كيبقى حارس كبير ومن احسن الحراس اللي كاينين في المغرب. فهذا واقع يعني كاين فرق بين الواحد انه كيبحث على الفوز وواحد كيهضر باش شي كريتيكي وصافي. ثانيا فالحارس الزنيتي يمكن واخا ما عنده الشجاعه ما كانش عنده الشجاعه باش يجبدني بالاسم هذا طبيعي بالنسبه يعني بنظر الشخصيه ديالو. ولكن انا غنجاوبو انا الدور ديالي في المقابله كان دور تكتيكي يعني رغم الاسم ديالي والتاريخ ديالي ولكن احنا فريق الجيش الملكي ما كنلعبوش غير باش نلعبو صافي عندنا ادوار مقيدين بها. انا الدور ديالي كان انني نمتص حماس المقابله ونهدأ اللعب ونكسر رتم المقابله. يمكن الحارس الزنيتي ما شافنيش ولكن غيكون حس بيا. وباش نجاوبو على الرد ديالو ان الفريق الجيش الملكي لعب 10 لاعبين فهو اسال نفسه قبل ما يسال ليا واسال الزملاء ديالو لان باش تلعب 10 لاعبين وما تقدرش حتى انك تعادل ماشي تفوز فهذا كيبين القوه ديال فريق الجيش الملكي. باش نرد على التصريحات اللي قال فبالفعل احنا لعبنا ب 10 لاعبين لان انا قبل ما ندخل المقابله حسيت ان المقابله تحسمات دخلت غير باش نحتفل بصراحه. وثانيا عندي واحد السؤال لزنيتي انا كنستغرب نتمنى انه يجاوبني كنستغرب كيفاش انك لقيتي الوقت الكافي باش تحسب اللاعبين ديال الجيش اللي العدد ديالهم 11 وما لقيتيش الوقت باش تحبس الكره ديال بالرحمه الا لا كان بالرحمه زيد ساعه. يوسف القديوي اللي كيتيري بطريقه ديال التير على الشبكه ديال انس زنيتي في انتظار البارات ديال انس على هاد التصريح ديال يوسف القديوي. هذا كلاسيكو في كلاسيكو واخا هاد اللاعبين لعبوا بزوج لا مع المنتخبات الوطنيه لا مع الرجاء والجيش الملكي.